نحاصر على هذه النقطة. نحتاج نعرف وزنها. عندنا طلبية إنزين ما يقارب 20 إلى 35 جرام. ارتداء الحلي له دلالات ورموز اجتماعية تناقلتها الأجيال والشعوب. اللبس العماني التقليدي يتميز بأنه لا بد أن يكون هنالك فضة في القلادة، البناقر التي يستخدمونها، الخواتم التي يستخدمونها، هنالك تشكيلات معينة يجب أن تكون من الفضة الخالص التي نستخدمها. كذلك قمنا بتطوير هذه الآلية بحيث أن على هذه الصناعات الذهب. الخاتم العماني المسمى بالشاهد، فهو دائما ما تستخدمه المرأة العمانية في حليها في إصبع معينة تسمى الشاهد، فدائما ما تستخدمه في هذه الإصبع الذي سيكون شاهدا عليها في حسب المعتقد العماني القديم. فدائما المرأة العمانية تتميز في لبسها التقليدي باستخدام الشاهد، فهذا أحد الأشكال التقليدية العمانية القديمة التي تستخدمها المرأة العمانية ولا زالت تحافظ عليها حتى الوقت الحاضر. الرجل العماني عندما يلبس لبس معين بلون معين يختار الخاتم الذي يتناسب مع هذا اللبس من الخاص به، كذلك العصا أو الخنجر الذي يلبسها الرجل العماني. بحكم طبيعة الفضة المرنة دائما تستوحي بأن تدخل إليها تغييرات تطور منها، فدخول الأحجار على الفضة شيء أضاف لمسة فنية وجميلة لهذه الفضة، كذلك دخول الطلاء على الفضة أضاف لمسة جديدة للفضة، دخول الأحجار على الفضة كذلك أضاف بالنسبة للعصي، وكذلك وجود القرون في الخناجر بتشكيلات مختلفة بوجود أحجار أو أخشاب أضاف لمسة للخنجر العمانية.